السلام عليكم خاوتي، اليوم جينا ندير لكم مراجعة على من الاهتزاز وبالاس زيون وبالاس. دوك نسقسيو اسكو يحب نديرو له ريفيو ولا ما يحبش، وبالاس نديرو فيها ريفيو فيها هاي فيها انستغرام انترو. خاوتي قبل ما نبدا، واش حاب يقصد الجيمبول مانع اهتزاز؟ واش حاب يقصد به؟ هو التصوير الفيديو فقط، يعني واحد مصور فوتوغرافي ما يسحقش لهذا الجيمبول. هو تصوير اثناء الحركه، يعني لا فيديو تاعك كي ترفد انت كاميرا وتقعد تمشي بها، شغل تشوف واحد الاهتزاز هكذا، بصح كي تركبها في هذا الجيمبول، الجيمبول هذا ينحي لك الاهتزاز هذاك، شغل تولي حركه سموث فوالا. والسعر تاعو هنا في الجزائر كهما كاين جوج نسخ، شركه زيون شغل دار جوج نسخ من هذا الجيمبول، نسخه البروكيت والنسخه العاديه. يعني كسب انا النسخه العاديه، النسخه البروكيت يجي معها الفورو فوكيس، على يقولوا لها بروكيت، يعني يجي معها الكيت. وشنو هو الكيت هذا؟ فورو فوكيس، وعندك ايماج ترانسميسيون. ايماج ترانسميسيون هذه ترانسفيري لك ليماج من لا كاميرا للتليفون تاعك، باش تشوف اون ديريكت، شغل مونيتور التليفون تاعك. وفورو فوكيس تاع العدسه باش ما تخدمش اوتو فوكيس، تخدم مانيوال فوكيس سي ميو خير. السعر تاع البروكيت خاطي دير حوالي 550 دولار، يعني بدراهمنا واحد 10 ملايين ونص. وهذا اللي ماشي نسخه بروكيت، نسخه العاديه ما يجي معها والو غير التريبي برك ولي باتري منها، كيما دوك تشوفوا في الانبوكسينغ، تجي ما يجي معها والو، دير حوالي 7 ملايين حتى 7 ملايين و 8، كل واحد كفاية يبيع فيها. ونخليكم خاوتي تشوفوا الانبوكسينغ، يعني واش يجي معها كامل في الباطا هذيك، تفرجوا الانبوكسينغ ومن بعد نوليو. بون خاوتي لومبالاج جي ديالو هاكا، هذا هو لومبالاج تاع البيبي الاس، وهذا ماشي لي بونكسينغ رقم واحد، ولكن باش كان عندكم نظرة فقط. بون الجيمبل بياسة اللي بيشرك فيها تليفون، لي باتري بيان سير بطبيعة الحال، ترايبود فوالا، ترايبود باش تقدر تركبو نتا. نوريكم لي باتري، عندنا هنا الموتور تاع وين ركبت الكاميرا ديالك، باش تقدر تبالونسيها ابري وتحطها في الجيمبال. بون هاوليك الجيمبال كيفاش يجي، كبو فيه شي ترايبود باش يقدر يوقف. فوالا هاو الجيمبال ديالنا راكب. واش يعني واش كاين؟ وكاين باطا فيها ليكا، لونا لونا تايب سي، لونا تايب سي، هذا والله ما على بالي تاع يو اس بي تاع بكري، هذا بالي هذا باش تقدر تكونيكتي الجيمبل ديالك بالكاميرا بلاكام ديريكتوم، باش تقدر تكونتروليها من غير بالجيمبل. فوالا زعما باش تقدر دير ريكورد وتمنى مليك بزاف صوالح. والسلام عليكم. ثانيا المواصفات خوتي، المواصفات واش عجبني فيها انا، يعني بعد الاستعمال تاعي واش عجبني فيه. الحاجه الاولى اللي عجبتني البطاريه تاعو، شغل عنده بطاريه دي بين، ماشي كيما رونين اسي وسمو عنده واحد البراك، شغل هذيك هي البطاريه تاعو، هذه لا شغل دي بين، تقدر تشري زوج واحد اخرين ومام طول اخرين راك تشارجيهم، وزوج الاخرين اللي تخدم بهم دي بين. هذو شغل اللي يشدو من 12 ساعه حتى ل 14 ساعه، يعني تصور سونزاري ما كاش منها واحد دوك يشد جيمبول 18 ساعه بليطو 14 ساعه هو يصور، مي يشدو عكس النسخه اللي فاتت تاع الويب لاب اللي داروها زيون، شغل هذه طوروا فيها كلش، طوروا في المحركات في البطاريه ومنا. هذا خوتي هز حتى 3 كيلوغرام، يعني تقدر تمونتي له كاميرا بريسك 3 كيلوغرام كيما 5 دي مارك 3، معها 24 دي سيري ال، اسمها ثقيله شويه يرفدها نورمال. انا سيت لها واقيل بعد دسات 18 35 ملم 1.8، ثقيله شويه ورفدها نورمال مع 80 دي. وثاني كعجبتني عفسه واحده اخرى فيه، هي التريبي تاعو هذا عنده شده مليحه هكذا، وثاني عنده ثقبه واحده اخرى هنا كما راكم تشوفوا في الفيديو، وين تقدر تنحي التريبي تاعك وتبلاصيه هنا الفوق هاني ريبيا فوالا، وتصور زاويه سفلى لاونغل عفسه مليحه، يعني غايه فنيه برك كما تحب انت. فوالا كما راكم تشوفوا تصور ارضي ارضي كما نقولوا هنا. وعفسه التروازيام اللي عجبتني فيه هي ازرار لوك، فيها واحد الازرار هكذا عكس تاع الكانين دو، ما فيهش الازرار هذو، شغل الازرار لوك هذو كيسمحوا لك باش
ديسبلي الجيمبال تاعك يجي باش يجي في الساكود ويجي في شغل يولي صغير باش ما يبوجيش هكذاك كي ديمونتي الكاميرا واسمو شغل يجي في الساكود كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. هذا يا خالتي ترومازيامون نوليو للسلبيات تاعو. السلبيات واش ما عجبنيش فيه خالتي؟ بون سلبيات خاوتي ليكرون، عندكم ليكرون تاعو جاي صغير شويه شغل مجيني شويه البراده، تسمى لازم تهبط هكذا باش تريك ديال المينيو تاعك. شغل كي تكون رافد كاميرا ما تقدرش تشوف هكذا صغير ماهوش تاكتيل منا، عكس الفيو تاعك اللي خرج الجيمبول تاعها ليكرون تاعها تاكتيل منا. وثاني حاجه اللي ما عجبتنيش فيه ما يجيش مع لي زيكسيسوار، يعني على حسب البادجيت تاعو نورمال تقدر تزيد تجيب لي زيكسيسوار واحد اخرين، ما تجيش مع ايماج ترانسميسيون. والحاجه اللي ما تخليش ما تجيش مع الايماج ترانسميسيون يعني ما عندكش لوكازيون باش دير هايبر لابس، يعني ما عندكش لوكازيون باش دير تراكينغ لوبجي تاعك. يعني كما فهمتكم الايماج ترانسميسيون شغل اللي ترانسفيريك ليماج من الكاميرا تاعك للتليفون تاعك باش تقدر تسيليكسيوني لوبجي تاعك باغ اكزومبل مقام شاهد سيليكسيونيه وتروح تمشي الكاميرا ما تدور لاهاك ودير لك هايبر لاب. هذا هو الجيمبول كما شفتوا العيوب الايجابيات والسلبيات. على حساب البري تاعو انا عجبني بزاف، بري ريزونابل كيما نقولوا وحاجه مليحه بزاف. ونخليكم تشوفوا شويه دي فوتاج صورناهم بالجيمبول وشغل الميكين اوف كيف كنا نصوروا فيهم لي مو تاعو منا. نخليكم مع لا فيديو. السلام عليكم خواتي، تهلاو في راحتكم.